فوائد طريقة الفؤية هي يمكن القول بأنها طريقة مستقلة بحد ذاتها وأحدث ما توصل إليه الطب، لأنه لا توجد طريقة أخرى إذا نظرنا إلى الموضوع بأن زملائنا القائمين بهذه العمليات والذين بدأوا حديثا لم يروا الطريقة القديمة والتي هي أخذ شريط من المنطقة الخلفية. وإذا تم السؤال أي طريقة أفضل، فمن الطبيعي طريقة الفؤية هي المفضلة، لأنه يمكن أخذ خلايا أشعة بكمية أكثر وتكون هذه الخلايا رفيعة أكثر، وهذا يعني أن الجرح للمنطقة المأخوذة منها يكون علاجه وزواله أسرع بكثير، وخصوصا الآثار الخاصة بالجروح إذا زالت بسرعة يمكن عندها رجوع المرضى إلى حياتهم الاعتيادية بشكل أسرع. ويمكن القول بأن طريقة الفؤية هي ليست عملية جراحية بقدر طريقة الفوت السابقة، وإن فترة الرجوع إلى العمل خصوصا إلى العاملين في المصارف والمكاتب يمكن لهم ممارسة عملهم بعد إزالة الحمار والقشور من رأسهم والتي تقدر بفترة أسبوع أو 10 أيام. كذلك تغطية أماكن أوسع في الرأس، بينما في السابق بطريقة الفوت كنا محددين في الزرع رغم وجود كثافة في المنطقة المأخوذ منها، وأن أهم ما يمكن في طريقة الفؤية هي إمكانية المرضى بقص شعرهم بعد عملية الزرع بشكل قصير. وهذه النقطة مهمة جدا حيث لم يترك فيها أي أثر للشعر المزروع، وهذه المشكلة تم حلها وإمحاءها من الوجود بفضل طريقة الفؤية.